شوفي بالكاميرا هنا. شيل خمسة ولا بالكاميرا هنا. شيل خمسة. من جا واش دخلوا ديريكت ولا ركبوا الاول وقالوا كيو نتصور؟ لا انا كنت حاضيه الشيا من هنا من هاد الجهه. ايوا هما جاوا واحد جا من هنا يجري هز هذيك في يد هذيك بندقيه ديك عندها جوج فام داير بحال كرابيله ولا ما عرفتش هذاك. فات من هنا يجري واحد جا من هنا يجري نشوف بهم سرح الشيا واحد جا من هنا يجري وبقى يفتشوا هنا ودخلوا على الولد هنايا وقالوا له فتح الماريو كان عندهم السلاح السلاح الزويجه هز هز كابوس وهز هذيك الطويله دايره بحال كرابيله عندها جوج فم قتلوا الروح عندها جوج فم كحله هزها واحد جا وجاو دخلوا هنا وانت ما بقاو يدوروا ايوا انا ما كنت سارحه من هنا وعيط عليا واحد وجيت عندهم هنا مرضه بقاو يعيطوا عليا بقاو يهضروا معايا فين مشاو للدار فين قلت لهم مرضه ما راهش هنا طلع زايو وقالوا لي واش كان مع السلام قالوا لي واش كان شيته واش كاين شي عشاء واش كاين شي تاع قالوا لي بلاتي وجدي العشاء وقول راجلك ما يجيش ولا ما واش كان يقولوا فينا دخلوا عندك للدار ولا غير برا هادشي اه هنا كنا نهضروا مع مرضى اه جيت من الكسيبه جيت عنده وهنا واش ما دخلوش ولا دخلوا هنا دخلوا عند الباب هاك فتشتي لها برانيش وفتشوا الماريو قالوا الولد فسخ الماريو صوت الماريو مفسوخ انا لمن قالوها لمن قالوها الولد ديالي ها هو اللي راه مصدوم لداخل كبير كبير ما خلوه صغير داك الصغير صورتوه تما مسكين هضرتو معاه انتما غادي نجيو ندوه قال لي غادي ندخلوا عليه بالليل نديوه ني دخل حتى الدري دخلوا على بالك واه مسكين عينه مرميه عينه مرميه والحاج كان هنا ما يدخل من جا هما واه كان هنا بالنسبه كما كتسمعوا على حساب المراه هادي عاد ودعنا 8 مارس من هادي 6 ايام هادي ملي ودعنا مارس ما يسمى ما يسمى عندي معاه جوج ولا واش عندك الحدث المدنيه واش عندك لاكارت قلت له ما عنديش لاكارت راه عند ما الحدث المدنيه علاش ما دازهمش انا قلت له ما عنديش راني في ما عنديش لاكارت ما عنديش البلع هذا ما يسمى عيد الام اللي احتفل به المغرب 8 مارس قلت له لا الولد راه عنده شي 8 سنين هاد الحاله اللي كيتبجح بها المغرب وهذا هو الدستور الجديد وهذه هي حقوق الانسان وشوفوا الحاله كي دايره كتشوفوا الاقوال ديالها هو الزوج ايوا دابا حنا واش كنقولوا دابا كلشي راكم تشوفوا فيها خويا دابا او دابا واش غادي الله ينصر الحق دابا الله ينصر الحق الله اكبر الله ينصر الحق البكاء نتاع الزوج يعني كيحس واحد النوع من الاحتقار واحد الظلم اللي ما دايرين اصعب حاجه والنقاط الحمراء هي الكرامه نتاع الانسان حنا الشهود ها هي هذيك الشيبانيه راها ها هي مسكينه دارت طلعه دارت الشهود دارت 12 الا بغات تجيب حتى 20 تجيبهم وياك العادل كيطلب 12 درناهم ها حنا دايرينهم ودافعين للعداله المحكمه واللي دارتو المحكمه هي هذيك علاش يدخلوا علينا علاش يجيو عطاها ماشي 10000 ولا 20000 ولا لوكال قالوا لي يلا خرجت من المدرسه ولدي يلا جيت من المدرسه دخلت تاكل خلات لك امك بوقه ديو كيهضر مع الملائكه وماماك فين كان ماماك فين كان كانت تسرح شكون كان في البيت ويجي انت بوحدك وحتى دخلوا عليك هاجمين الله اكبر يا بن كيران يا بن كيران شوف لنا هذا الشيء هذا اللي انت اللي راك هنايا شوف لنا هذا الشيء شوف لنا واش راه يوقع شوف لنا واش هذه الحقره واش هذه العنصريه الله اكبر الله اكبر يحيى الملك يا بن كيران وكبرت هنايا وعطاني با هنايا وربنا لي هنايا هما كانوا ساكنين الفوق ويشوفوا فينا وسيدي ضحكوا ونلعبوا تبارك الله يا ربي ونهار التالي قلبوا عليا الحلاس يقولوا لك انت يا ما تساليش ماشي بلادك ما شافوا با مات الله يرحمه دروك الكوارط راهم عاد عندهم كنقولوا لهم عطيونا كوارتنا كيقول لك ما عندكم بو عندكم شيء الكوارت راهم عندهم دابا الكوارت راهم عندهم شو شي عندهم عينا نهديوهم عينا الله يهديكم الله يهديكم ها انتم تشوفونا نوضوا معنا هما المنداف نوضوا معنا هما الزكا ونوضوا معنا هما هدوا علينا وراهم واش جابوا لكم لداركم؟ واش جابهم لداري انا راني ساكنه مع ولدي ها هو كل خطره راني نجي عنده نكون معاه هنايا وسيدي وساكنه مع الولد فين غادي نمشي مسكين فين غادي نمشي باش نخرج علق هاد الشكايه هادي باش درتوها على ضد هذاك السيد اللي جا قال لك ماشي كتي واش حقنا على البلاد وعلى كل شيء درناها على اللي راه جا هنايا وجندرم الدرك الملكي مين جا كنتي هنا انت؟
هنايا لا درك مع الصباح ما كنتش هنايا، كنت جايه ولا اني جيت. كنت هنا مرت ولدها. كنت هنا مرت ولد. ايوا ها انت تشوف كي داروا لها المسكينه، دخلوا عليها بدروها وسدوا الولد جاي من المدرسه ما عندهم الحق يدخلوا عنده. وسيدي مسكين وقا يتردع على هذا الصباح، هو يبكي لنا هو يبكي مسكين شافنا. زين روح.